السلام عليكم. اليوم عندنا طاجين ديال الكبدة مشرملة، الكبدة ديال الدجاج اولا الكبدة ديال الديك الرومي. غندوزو المقادير. عندي 500 غرام ديال الكبدة ديال الدجاج مغسولة بالخل والملحة ونقية مزيان، وعندي معلقة كبيرة ديال صلصة ديال المطيشة ومطيشة ديال الحك، وعندي نص حامضة، عندي شوية قزبر ومعدنوس فريش، وعندي جوج فصوص ديال الثوم، عندي شوية الملح على حسب الذوق، وعندي نص معلقة صغيرة ديال البابريكا أو التحميرة، نص معلقة صغيرة ديال الإبزار، نص معلقة صغيرة ديال الزنجبيل أو سكينجبير، نص معلقة صغيرة ديال الكمون، ونص معلقة صغيرة ديال الفلفلة حارة، وهذه اختيارية. هادو هما المقادير ديالنا. خدينا الكبدة ديالنا، عصرنا فوقها نص حامضة، وقطعنا القزبر ومعدنوس، وحكينا فص ديال التومة واحد غنخليوه نديرو في الصلصة مع لاصوص طوماط، وغنزيدو لي زيبيس أولا التوابل كلهم، وغنخلطو ونخليو هاد الكبدة ديالنا ترتاح القليلة واحد نص ساعة ونتلاقاو. من بعد مرور نص ساعة على الكبدة ديالنا كترتاح، خدينا طاجين ودرنا فيه 3 معالق ديال زيت المائدة وفصيص واحد ديال الثومة صاين، من بعد غادي نحيدو. اللي بغى يدير الثومة بكوكا جوج ولا شنو على حسب الذوق، وغنزيدو لاصوص طوماط ونبقاو نحركو الثومة مع لاصوص طوماط، نخليوها تشحر شوية. على عافية متوسطة ماشي قوية، ونزيدو الكبدة ديالنا الطاجين. أنا زدت شوية الملحة وشوية الإبزار باش نعدل الذوق، اللي بغى يزيد نفس العطرية يزيدها في لاصوص. أنا كتعفيت غير بهادشي باش تجيني شوية خفيفة، وزدت نص كاس تاع الما في لاصوص طوماط، ونخليوها كتشحر، نغطيوها ونخليوها كطيب. الطاجين ديالنا بقى كيطيب نص ساعة على نار متوسطة، حيدت عليه الغطا وخليته كيتشرب، ودابا غنطفي عليه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، طاجين بالكبدة ديال الدجاج. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتخليو التعليقات ديالكم. كيجي لذيذ لذيذ بزاف ورخيص، نص كيلو ديال الكبدة كيديرها 25 درهم، كيدير لك طاجين مخير. وبالصحة والراحة. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وصلوا أكبر عدد من المشاهدة، واللي ما مأبوناش يتأبونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبصحة وراحة وشكرا.